مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في متابعة هذه النشرة ونستهلها بالعناوين. خدمة تنموية للبنك الإسلامي للتنمية في أكثر من 50 دولة، واجتماع سنوي ينعقد للمرة الأولى في تونس بداية الشهر القادم. مشاركة تونسية في السوق اليابانية في معرض فودكس للأغذية، ومنتجات لزيت الزيتون ومواد غذائية مختلفة حاضرة في أجنحته. وفي عملياتها القوات السورية تحرز تقدما لاستعادة الغوطة الشرقية وسط استياء المنظمات الصحية الدولية بسبب أضرار طالت مراكزها والمناطق السكنية. مجموعة البنك الإسلامي للتنمية توجه خدمتها التنموية في أكثر من 50 دولة، ستعقد اجتماعها السنوي للمرة الأولى في تونس بداية الشهر القادم. وسيتم بالمناسبة إعلان إطلاق صندوق جديد للابتكار والتكنولوجيا والتقنية بقيمة 500 مليون دولار. وقد انعقد في مدرسة التقنيات التونسية بالمرسى لقاء حضره رئيس هذه المجموعة. ريادة الأعمال وبعث المشاريع لمواجهة تحديات التنمية الاقتصادية من خلال تحويل كفاءة وقدرات الشباب إلى مشاريع تنموية، مواضيع طرحت خلال هذا اللقاء الذي حضره رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بندر الحجار. نحن في هذه المدرسة التقنية الحديثة هو لربط ما هو دور البنك الإسلامي للتنمية مع الحكومة والقطاع الخاص مع هذه المؤسسات في الارتقاء في التنمية، بما يضمن في نهاية المطاف إيجاد فرص عمل للشباب، ويستطيع الشباب والشابات أن يحققوا ذواتهم ويستطيعوا أن يشاركوا مشاركة فعالة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأن نبني منظومة متكاملة للعلوم والتقنية والابتكار في جميع الدول الأعضاء. توجيه سياسات البحث والتجديد لجعلها متماشية مع سياسات التنمية في البلاد قد يساعد على خلق ثروة ومواطن الشغل، وبالتالي تطوير المنظومة الاقتصادية. سنعمل على تكامل أكثر بين الدول الإسلامية بحيث أن الأسواق كذلك تكون أفضل وأكبر بالنسبة لهذه المؤسسات المجددة التي تحتاج كذلك إلى سوق حتى تنجح، بإضافة إلى التمويل. فالمطلوب اليوم أن كل المكونات، وليس فقط الجامعة، مركز البحث والجامعات والقطاع الخاص والممولون وبطبيعة الحال مختلف مؤسسات الدولة، أن تعمل مع بعضها البعض. دورنا مؤكد ومعروف، احنا نرافق الشباب في أفكار المشاريع، في هندسة المشاريع، رافقوهم في كتأطير كبناء قدرات، رافقوهم في التمويل، رافقوهم في المصاحب والإسناد. وقد تحول رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بندر الحجار مع الوفد المرافق له إلى مقر اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية للقاء عدد من رجال الأعمال. في اليابان، مهرجان فودكس للأغذية من بين أهم المهرجانات الغذائية في المنطقة. دورته الحالية عرفت مشاركة عدد من المنتجين والموزعين التونسيين لعدد من المواد الغذائية للترويج للمنتجات التونسية وخاصة زيت الزيتون. مهرجان فودكس للأغذية في اليابان احتضن مشاركة تونسية أصبحت معتادة بعدما يقارب 20 عاما من المثابرة على الحضور في هذا المعرض الذي يعد من الأكبر في آسيا. المنتجون والموزعون التونسيون عرضوا زيت الزيتون بمختلف أنواعه إلى جانب طيف واسع من المنتجات الغذائية الأخرى. وعرفنا ان اليابان سخطو السنه هذه بداوا في ايراد زيت الزيتونه من تونس. من قبل كان زيت الزيتونه كان ديما يمشي من اسبانيا ولا من ايطاليا ولا من غيره. السنه زيت الزيتونه تونسي مطلوب، فقلنا نجيو نشوفوا شنو الماركت، شنو المارشي الياباني ونكتشفوا. منذ 8 سنوات أعمق معرفتي بزيت الزيتون، وهذه السنة كان زيت الزيتون التونسي اكتشافا بالنسبة لي، وقد عجبني ووجدت طعمه حارا قويا يحمل نكهة الزيتون الأصلية الطبيعية. وفي ندوة ترويجية متخصصة قدمت السيدة هيلا طبيب، ممثلة الديوان الوطني للنهوض بالصادرات سيبكس، معلومات تفصيلية عن زيت الزيتون التونسي للشركات اليابانية المهتمة. اطلعنا على معلومات وافرة تتعلق بزيت الزيتون التونسي، وهو زيت ممتاز يتفوق على الأنواع الأخرى ويختلف عن الزيوت التي تعودنا عليها في اليابان. كما نظم في الجناح عرض للطهي جمع بين المطبخين التونسي والياباني،
في أطباق أثارت شهية الحضور. تستمر المنتجات الغذائية التونسية بتثبيت أقدامها في السوق اليابانية من خلال الاحتكاك المباشر بالموزعين والموردين المتخصصين في معرض فودكس. نجيب الخش، التلفزة الوطنية التونسية، من مدينة ماكوهاري في اليابان. قالت نقابة الأمن الجمهورية التونسي في رسالة وجهتها إلى رئاسات الثلاث وعدد من المؤسسات التابعة للدولة ومكونات من المجتمع المدني، قالت إنه تم اكتشاف شبكة داخل مختلف أجهزة الدولة تحاول الإطاحة بوزارة الداخلية والتسبب في شرخ بين السلطة القضائية والأسلاك الأمنية لزرع الفتنة وخدمة الإرهاب، بما يهدد مقومات وأسس النظام الجمهوري الديمقراطي وفق توصيفها. وترى النقابة أنه من الضروري تحرير وزارة الداخلية من قيود القرارات والأوامر التي تعيق سير العمل الأمني وإنهاء سطوة الأحزاب المتدخلة في التعيينات، معتبرة أن أحداث محكمة بن عروس لا تعد أن تكون إلا فخا يهدف إلى أحداث شرخ بين السلطة القضائية والأسلاك الأمنية للإطاحة بوزير الداخلية والتسبب في إعفاء من عينهم على رأس المؤسسة الأمنية وفق نص هذه الرسالة. نظم التحالف التونسي من أجل تحقيق المساواة في الميراث مسيرة انطلقت من باب سعدون في اتجاه مجلس نواب الشعب في باردو، رفعت فيها شعارات تطالب بإقرار قانون المساواة في الميراث. المسيرة شاركت فيها وجوه سياسية وناشطون في المجتمع المدني. مساواة في الميراث حق وشرطية. هذه بعض الشعارات التي رفعها ساسة وممثلون عن المجتمع المدني خلال المسيرة التي نظمها التحالف التونسي للمطالبة بتحقيق المساواة في الميراث. نعتبرها مسيرة هامة اليوم باش نحقوا فيها ونقولوا بصيف كل وضوح رانا نحبوا المساواة الكاملة في الميراث، لا للتمييز، ما عادش باش نقبلوا تمييز، وهذايا ميساج للسياسيين الكل باش نقولوا لهم راهو وقايت للمساواة. نحن باش نتحداو الواقع الاقتصادي والاجتماعي لابد من مساواة حقيقية، ولابد زاد كذلك راهو اليوم وضعية المرأة مازالت بعيدة عن المساواة، رغم الدستور ورغم الاتفاقات الدولية مازلنا بعيدة عن المساواة، مازالت البطالة متاع المرأة أكثر من الرجل، مازالت المرأة الريفية تعاني من كثير من الإشكاليات، مازالت زاد كذلك اليوم على في المسؤوليات يعني المرأة محدودة. ولابد اليوم أنه مبادرة رئيس الجمهورية متاع لجنة الحرية الفردية والمساواة اللي موجودة باش معناها تكمل القوانين اللي لازمها تتوائم، لازمها تتصلح. اللجنة هذه اللي عملها رئيس الجمهورية نعتقد أنها بعد الانتخابات البلدية باش تقدم كل اقتراحات تشريعية لابد أن نعملوا يتجدى في تونس. محطة من محطات تاريخ تونس التي تحاول عسرنة الدولة وتحديث المجتمع. خطوة بخطوة انطلقت المسيرة من باب سعدون في اتجاه مجلس نواب الشعب بباردو للمطالبة بتضمين مبدأ المساواة في الميراث بالدستور. المساواة في الإرث هذه الدفع عليه من عهد طاهر بن طاهر الحداد، وهذا حق مش مزية ونحب نضمنوه في الدستور. مش الوقت مزال، الوقت ديجا وفاء، انه مفروض ان تونس تكون لها سنين انها مكرسة المساواة بين المرأة والرجل. انسان، كل امرأة هي انسان، وقل لي لابد منها انه تكون بالانصاف لا بالتناصف. وتعتبر هذه المسيرة أول تحرك مدني بعد الإعلان عن تأسيس التحالف التونسي من أجل تحقيق المساواة في الميراث. ومن أخبارنا الدولية لهذه النشرة، استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخر بجروح خطيرة خلال مواجهات جدت بين سكان قرية غريف جنوب نابلس من جهة والقوات الإسرائيلية والمستوطنين من جهة أخرى. وقال غسان داغلاس مسؤول ملف الاستيطان في نابلس إن حوالي 30 مستوطنا من مستوطنة يتسهار هاجموا قرية غريف قبل أن يتصدى لهم الفلسطينيون. وفي سوريا، أحرزت القوات السورية تقدما في عملياتها لاستعادة الغوطة الشرقية. هذه العملية أثارت استياء عدد من المنظمات الدولية المعنية بالصحة بسبب كثافة القصف على المراكز الطبية والسكنية.
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القوات السورية قد عزلت مدينة دوما عن باقي الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق، وأشار إلى تقسيم المنطقة إلى ثلاثة أجزاء: دوما ومحيطها شمالا، حرست غربا، وباقي المدن والبلدات التي تمتد من الوسط إلى الجنوب. القصف الجوي وفق ذات المصدر استهدف المدينة التي بدت شوارعها خالية من السكان الذين اختبأوا في الأبنية. تقدم للقوات السورية أريد من خلاله تضييق الخناق أكثر على الفصائل المعارضة واستعادة الغوطة الشرقية، إحدى بوابات دمشق التي تشكل منذ 2012 معقل الفصائل المعارضة قرب العاصمة دمشق. القوات السورية بدأت حملتها العسكرية الشهر الماضي، حملة أثارت استياء عدد من المنظمات الدولية المعنية بالشأن الطبي والطفولة بسبب كثافة القصف على المراكز الطبية والسكنية، داعية إلى الالتزام بالقانون الدولي وتحييد المدنيين والتوقف عن استهداف المراكز الطبية المتبقية في المنطقة وفك الحصار والسماح للمدنيين المحتاجين للعلاج بالخروج. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن كوريا الشمالية تعهدت بوقف التجارب الصاروخية، وأعلن ترامب أن بيونغ يانغ لم تجري أي تجربة صاروخية منذ نوفمبر 2017 وتعهدت بعدم القيام بذلك. ولم يصدر البيت الأبيض أي موعد لعقد اجتماع بين ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون، لكن ترامب قال إنه سيجتمع مع أون الذي وجه له الدعوة. وفي أخبار الرياضة، أقيمت عشية السبت الدفعة الأولى من مقابلات الجولة 21 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، مسفرة عن فوز كل من النادي الصفاقسي ونجم المتلوي وتعادل أولمبيك مدنين مع شبيبة القيروان، وستستكمل بقية لقاءات هذه الجولة اليوم الأحد. والآن مشاهدينا الكرام، بعد خمس جولات لم يحقق خلالها الفريق سوى ثلاث نقاط، استعاد النادي الصفاقسي نغمة الفوز وتغلب على مضيفه مستقبل جابس بهدفين لهدف واحد. الوافد الجديد من شبيبة القيروان محمد علي الرقوبي أعطى الأسبقية لفريق عاصمة الجنوب منذ الدقيقة السادسة قبل أن يرد أصحاب الضيافة بهدف سجله الجزائري عبد العزيز القشي من ضربة جزاء، وبنفس الطريقة أعاد على المرزوق نادي الصفاقسي للمقدمة مسجلا هدفه التاسع في الموسم ومساهما في وصول فريقه للنقطة 37. بينما تراجع مستقبل جابس للمركز التاسع بعد فوز النجم المتلوي على النادي البنزرتي بهدفين لهدف في لقاء سجلت أهدافه الثلاثة في ظرف 13 دقيقة، إذ افتتح زياد البكوش التهديف للضيوف في الدقيقة 19 ليدرك حسام الحباسي التعادل للبنزرتي بعدها بست دقائق، وفي الدقيقة 32 سجل وسام بوسنين الهدف الثاني للنجم المتلوي بالخطأ في مرماه. وبذلك ارتقى أبناء عفوان الغربي للمرتبة السادسة صحبة شبيبة القيروان التي عادت بتعادل سلبي أمام أولمبيك مدنين الذي فرط في فرصة الابتعاد عن منافسيه مؤقتا في صراع ضمان البقاء. هذا وتتجه الأنظار نحو ملعب سوس الأولمبي، مسرح اللقاء الذي سيجمع النجم الساحلي بالنادي الإفريقي في كلاسيكو فض شاركة المركز الثاني. فالنجم وبعد سلسلة إيجابية في البطولة يسعى إلى تأكيد صحوته وتحقيق فوز على فريق باب جديد المتطلع إلى فك عقدة ملعب سوسة الذي لم ينتصر به الفريق منذ سنة 2012. وفي مباراة أجوار يلاقي الترجي الرياضي الذي يحتاج حسابيا إلى 10 نقاط لحسم أمر اللقب ضيفه الملعب التونسي الطامح للاقتراب من المركز الخامس الذي يحتله الاتحاد المنستيري، والذي سينزل ضيفا على ترجي جرجيس الساعي إلى إنعاش أماله في البقاء شأنه شأن اتحاد بنقردين الذي سيستقبل 10 ترتيب الملعب الجيبسي. والآن مشاهدينا الكرام، أذكركم بأبرز ما ورد في نشرتنا من عناوين: خدمة تنموية للبنك الإسلامي للتنمية في أكثر من 50 دولة واجتماعه السنوي ينعقد للمرة الأولى في تونس بداية الشهر القادم. مشاركة تونسية في السوق اليابانية في معرض فودكس للأغذية ومنتجات لزيت الزيتون ومواد غذائية مختلفة حاضرة في أجنحته. في عمليتها القوات السورية تحرز تقدما لاستعادة الغوطة الشرقية وسط استياء المنظمات الصحية الدولية بسبب أضرار طالت مراكزها والمناطق السكنية. ونشير إلى أنه بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية. وصلنا إلى ختام نشرتنا، لكم مني أجمل التحايا.